السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كنا في زيارة لأصحاب الكهف في منطقة أبو علندة في محيط مدينة عمان، فهذه صورة خارجية للمكان. قال تعالى: نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى. صدق الله العظيم. هذا منظر داخل الكهف. هناك ما مجموعة 33 مكان قيل أنها لأصحاب الكهف، ولكن هذا المكان تنطبق عليه كل ما ورد في الآيات الكريمة. ففي داخله، هذه الصورة من الداخل، وسنأتي على ذكر عدد أولئك الفتية رحمهم الله. قال تعالى: سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم، ويقولون خمسة سادسهم كلبهم رجما بالغيب، ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم، قل ربي أعلم بعدتهم ما يعلمهم إلا قليل، فلا تمار فيهم إلا مراء ظاهرا ولا تستفت فيهم منهم أحدا. فمن خلال النص أجمع العلماء على أن عدد أولئك الفتية كان سبعة، بما أن لم يأتي بعد الآية رجما بالغيب. في الرقمين السابقين كان هناك مردف وراء خلفهم رجما بالغيب، ولكن بما أن لم يرد هذا النص بعد سبعة وثامنهم كلبهم، فهنا تأكيد على أن عددهم سبعة رحمهم الله. هذا أبو مهند يحييكم من منطقة أهل الكهف في أبو علندة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته من منطقة أبو علندة، منطقة أهل الكهف. لكم أجمل تحية من أبو مهند. البوابة إلى موقع أهل الكهف. هذا المسجد الذي أسس حديثا. هذا في الأعلى، هي ظاهر إن مسجد. هذا أول مسجد أسس في فوق أصحاب الكهف. قالوا لنتخذن عليهم مسجدا. هذا فوقهم يعني، ومحل ما أنا واقف هذا المكان، وهي هذا آثار محراب
صار محراب هذا، وهي طاقات. هذا مسجد جعل أمام الكهف، هذا زمن الأمويين، زمن الأمويين طبعا. وهذا المسجد الحديث اللي أسس في المنطقة. الساحة هي الفجوة في القرآن الكريم، وهم في فجوة من هون مكان نوم الفتية، ومن هذه الفتحة النافذة للأعلى تدخل أشعة الشمس وقت الظهيرة. هاي تيجي باتجاه الشمال صح؟ شمال الشرقي؟ أيوه نعم شمال الشرقي. المفروض يعني هيك مثل يعني هذا الاتجاه اللي هو اتجاه الشمال الشرقي هذا. وهذا الجنوب الغربي. هذه الخزانة هون فيها آثار لناس عاشوا بعد عصور بعد انتلتهم يعني. هاي بنيت وجدت المسجد العلوي تحوس الفترة الأموية وما بعدها، وهاي جذور شجرة زيتون رومانية، وهذا حجر عليه كتابات لاتينية قديمة. طبعا هذا الكهف لما دخلوا عليه كان مغارة عربية، كهف الجبل، بعد وفاتهم حصلت هذه التعديلات. التعديل أكيد هذا التدييس الأبيض من زمن صلاح الدين. هالوقت في خلافات كبيرة. كانت ذكر في 33 مكان في العالم. العبرة في القصة وليس. من بحكي لك هذه، وأغلب الأماكن هذه تنطبق عليها المواصفات. هذا المكان عليه إجماع مجمع الفقه الإسلامي منظمة اليونسكو للتراث. هذا الكهف الوحيد اللي اسمه المنطقة الرقيم. الكهف الوحيد اللي يعتري مسجد، آية دخول الشمس وغروبها تنطبق للوصف القرآني، عدد القبور 7 لقول سيدنا ابن عباس انه 7. وهي حسب الرواية القرآنية ما ورد بالقرآن هم 7. نعم صحيح. لأن في موضوع 7 كان في جزم. نعم يعني خلاف الخمسة. ما كان في جزم يعني، عارف كيف؟ هان استنتجوا انهم 7 بسبب الجزم اللي في الآية. كان في جزم في الآية. هذا بقايا المسجد اللي فوق الكهف، هذه بقايا المسجد اللي فوق الكهف. وطبعا تحت كذلك بقايا مسجد يعود إلى عهد الأمويين. هذا تحت. أنا هالوقت واقف في فوق الكهف في المسجد اللي فوقهم، بقايا المسجد طبعا هذيك الساحة، وهذا المسجد اللي أسس في عصره.